مطار اسطنبول الدولي. منطقة اللي فيها فندق راديسون كولكشن، الساعة 8:05 صباحا. هذه غرفة الفندق، وفي كواية واسعة ما شاء الله، سيفتي بوكس، ميني بار، آلة صنع القهوة، سخان. هذه دورة المياه تكرمون. هذه يجددونها كل يوم. الشاور. العشاء أول ليلة كان في مطعم المدينة. مطعم المدينة هو يقولون البراق. الإفطار كان في مطعم ناملي. المطعم يبعد عن برج غلطة 12 دقيقة، ممكن تروحوا لها سيرا على الأقدام 12 دقيقة. والمطعم في الويكند يكون مزدحم ويكون فيه انتظار لاختيار الطاولات. بعد المطعم كانت الوجهة إلى شارع الاستقلال وميدان تقسيم. مسجد جامع تقسيم، تدفئة أرضية طبعا، تكون الأرض هي اللي دافية وتدفي المكان بطريقتها. السياج هذا خاص للتصوير. هذه تعليمات الملابس، هذه اللي لباس مخالف يستخدمون الملابس. هذا ميدان تقسيم. هناك شارع الاستقلال، وهذا جامع تقسيم. هذا شارع الاستقلال، هناك مسجد تقسيم، ميدان تقسيم. هذا بخرائط جوجل مكتوب ممر التاريخي. من تفرع شارع تقسيم استقلال. العشاء في مطعم مكبوس. هناك
القعدات، هذه الشاي والقهوة. ما شاء الله، إذا تمطر طبعا وحالة الطقس بكرة إن شاء الله مطر بإذن الله. طبعا في تركيا بإمكانك إنك تستخدم المواصلات العامة، وهي السهلة والأوفر، أو بإمكانك إنك تستأجر سيارة. وأيضا في هذه الفترة من السنة سعر إيجار السيارة رخيص، أو أنك تأخذ سيارة بسايق وهي الأغلى. الإفطار هذه المرة اخترنا أن يكون في مطعم اسمه مطعم الحديقة، مطعم عائلي منزلي يدار من قبل مطعم موقعه مو واضح. هذا الشارع سايد واحد، هذا المبنى الأزرق الباركينج، هذا الطريق، هذا المطعم. هذه دخلته عبارة عن حديقة في منزل، حديقة في منزل، هذا المطعم. هذا داخل المطعم، وهذا تكت الوحدة 150 ليرة الشخص. أنصح في زيارة ميني ترك في أول أيام السفرة عشان تكون فكرة. هذا السهريج المغمور طبعا بجواره هذا آيا صوفيا، هذا السلطان أحمد، ضريح السلطان أحمد الأول، صنبور المياه الألماني، مسلة المصرية، عمود البرني، مسجد. هذه منطقة كابادوكيا، هذا حي بلاط، اثنين اللي مثلوا في مسلسل الحفرة، والبيوت الملونة والسلم الملون. هذا السلم الملون، منطقة أمينونا، هنا تنزل باصات، السوق المصري. البازار الكبير. هذا الدور على ينابيع المقبورة، سعر التذكرة 330 ليرة للشخص. وهو خزان أرضي تم بناءه في القرن السادس للميلاد، يحتوي على مئات الخزانات تحت مدينة اسطنبول. كان الامبراطور قسطنطين الهيكل تم توسعته من قبل الامبراطور جستنيان بعد اعمال شغب قربت المدينه عام 532. Thank you.
هذا غلطة بورت. يعتبر مول غلطة بورت أحدث مولات اسطنبول. كان ميناء تاريخي يطل على مضيق البسفور، تم تجديده في نهاية 2021. يحتوي على مرسل السفن بسعة 3 سفن سياحية، محطة كروز، ومول تجاري على الساحل بطول 200 متر يضم 250 محل. هذه كافيهات، مطاعم. الإفطار كان في مطعم بسطة، الإفطار لذيذ ووافي، لكن عتبي على المطعم إني طلبت إفطار حق شخص واحد، ولكنهم رفضوا، قال لازم ينزل حق شخصين لأنكم شخصين. أنا كان هدفي إن الأكل رايح يزيد حرام، فقالوا هذه سياسة الإدارة. هذا مدخل المجمع أكوا فلوريا، هناك في جزء بسيط في الأعلى، وهذا مطلع، وهذا جزء في أدوار محلات سفلية. هذه مقاهي في أكوا فلوريا. الوجهة التالية كانت مجمع كشك خانة تجاري، وهو عبارة عن مبنى تاريخي كان مصنع للفشك الأسلحة، تم تطويره ليحتوي على كافيهات ومطاعم. الوجهة التالية كانت ساحة أوبلاكو، ساحة التجارية. الساحة لازم تزورها إذا جيت اسطنبول. جولة. هذا جسر الشرطة. منطقة تورتوي مميزة للسكن، يعني فنادقها فيها طلالة على البسفور رائعة، طلالات مثل فندق راديسون بلو بسفور. هذه العبارة نزل الناس الحين. ما السكن أنا ما سكنت فيها، ولكن حسب ما قرأت أن فيها غير السكن، مواصلات بعيدة تماما، تحتاج من سيارة تاكسي مواصلات، وهي موقعها في الوسط. مشي من أورتاكوي إلى مطعم ذا ماركت، إن شاء الله إنه يصير الأكل ما هو خسارة إن شاء الله. شوف الغيم، جو بارد. هذه عند ذا ماركت حديقة فيها ألعاب أطفال. مطعم عندهم ترميمات، مطعم ذا ماركت. هذا خارجي بس مطر حاليا، هذا على البحر.
مقارنة بالمطاعم الأخرى. بخصوص الأكل أنا ما أقدر أقول تختلف الأذواق، أنا أشوفه مناسبة لها زين كمشويات، بس الإطلالة تستعمل الموضوع هذا تقبل سلطة. أذكر في الصيف كان يقول لي السائق، أنا أستغرب من اللي يقول ودني السنتر أصلاً. هذه مناطق سكن الأسماك، نبدأ في أول منطقة هذه منطقة السكان، أما هذه منطقة تقسيم شارع الاستقلال، هذه مشان تاشي وجنبها ششي، هذه منطقة ارتقوي، هذه ليفنت، هذه الجزء الآسيوي اسكوتا. اسطنبول خيار مميز كرحلة سريعة 4 أيام 5 أيام ما تكفينا ترى، ولكن ككسرة روتين وأسعار التذاكر فيها مناسبة في غير المواسم والأطراف، كذلك أسعار المنادر إلى فيها تمشي فيها بالمشي، فيها قومات سياحية يعني ما يحتاج أتكلم عنها، مدينة رخيصة رخيصة وجوها جميل، قريبة تقريبا من الخليج 4 ساعات. إذا وصلت هنا أرجو الاشتراك ونشر المقطع والتقيكم في مقاطع أخرى.